مديرة التدريب في مركز ريادة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، ومحاضرة بعد في الكلية في كلية الإدارة والاقتصاد. تخصصي أول شيء سويت الأندر جراجويت في كارنيجي ميلون في كيو أف قطر فاونديشن بزنس أدمنستريشن، بعدين كملت ماجستير في تكنولوجي أنتربرونورشيب اللي هو ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا في يونيفرسيتي كوليدج لندن. بعدين صار لي 8 سنين الحين مع جامعة قطر. اليوم إن شاء الله سنس إن أنتم مشتركين في مسابقة الفكرة اللي هي المسابقة الناشن على مستوى دولة قطر كلها، إن شاء الله اليوم نتكلم أكثر عن كيفية عرض الفكرة. كلنا نعرف إن أهم جزء في المشروع، صحيح إن الـ different aspects، الأمور الفاينانشال، الأمور المادية، الفكرة نفسها وايد مهمة، رائد الأعمال والباك جراوند وكل الخبرة اللي عنده والسكيلز مهمة، بس أهم جزئية في يعني نوصل فكرتنا للمستثمرين، نوصل فكرتنا للأودينس لعامة الشعب، هو طريقة عرض الفكرة. لأن إذا عرضناها بالشكل الخاطئ أو بالطريقة الخطأ، الفكرة ما بتوصل أي مكان وسيتم رفضها في أي مكان راحت. بس إذا تم عرضها بشكل صحيح، مثلاً أنا كشخص كرائد أعمال قاعد أطلع كل الأشياء الإيجابية، أسلوبي، أسلوب توصيل الفكرة، شكلي كرائد أعمال، اللبس، الملفظ مثلا للبنات، مثلا الميك اب، لون العباية، هذه كلها توصل فكرة للجمهور أو للمستثمرين جدا مهمة. فجزئية عرض الفكرة يعني I cannot stress it enough how important it is. أوكي؟ طيب إذا بدأنا وسألتكم بسؤال، مين منكم عنده الخوف من العرض أو الببليك سبيكينج، عرض فكرة أو مثلا عمل برزنتيشن أمام هيئة مستثمرين أو المعلمين أو أمام الفصل أو أمام أي مثلا الكوليجز في الشغل؟ مين فيكم عندنا الحين 10 participants عنده خوف من عرض الفكرة؟ ممكن تكتبون في الشات بعد. أوكي، نور تقول إذا نورة تقول إذا في رجال. سارة عندها خوف. لا، سارة وديمة. أوكي كنتوا anyway. مين بعد عنده خوف من ال public speaking؟ أوكي، ديمة ونورة قولوا لي ثنتين نورة فيه. ليش عندكم مثلا I worry about I'm not مثلا، أنتم خايفين إذا كانت البرزنتيشن مثلا بالإنجليزي ما تضبطون، هل تخافون من كمية ناس يعني كبيرة تكون قاعدة؟ شو البوينت اللي تخلي عندكم fear أو تخلي عندكم خوف من public speaking؟ قولوا لي في الشات. الخوف الوحيد لي بالنسبة لي من عرض الفكرة بشكل هي سرقة الفكرة. أوكي بيرفكت سارة، ما تطرقتوا حق موضوع سرقة الفكرة في السيشنز الثانيين، توتر بشكل عام، طريقة الشرح بالإنجليزي ممكن ما توصل الفكرة اللي أبيها ويمكن مش متمكنة من الموضوع. إن شاء الله اليوم في العرض مالنا يعني بنتطرق لكل المواضيع اللي تكلمت عنها هني. لا، كيف نحفظ الفكرة سارة؟ الحين يعني في مثل businesses like KFC، مثل كوكاكولا، لين الحين ما يعرفون السيكريت سوس مال الانجريدينت او مكونات المنتجات مالتهم لين يوم تشبيه. يعني ليش؟ لان انت ممكن تعرضين الفكره كامله بدون لا تتطرقين اصلا للموضوع اللي يخلي الفكره مالتك مميزه، او الفكره بشكل عام يعني لو انها يعني الفكره موجوده. الحين انت معظم حتى لو دخلتي معظم المسابقات العالميه ما يرضون انهم يوقعون معاك في شيء اسمه اللي هو ورقه، ان مثلا الجادجز والناس اللي قاعدين الاودينس ما يرضون يوقعون الورقه ان الفكره هذه ما بي يعني ما بيقلدونها او بيعرضونها مكان ثاني. ليش؟ لان انت وظيفتك كرائد اعمال، كرائده اعمال، ان توصلين الفكره للناس ويعجبون بفكرتك بدون لا يعني you give out the secret sauce. ما تتكلمين عن الموضوع اللي يخلي فكرتك بشكل عام جذابة أو مميزة. يعني مثلا أنت لو عندك مثلا برنامج، مثلا برنامج يجمع كل الصالونات في الدوحة مثلا
في one application. أولاً الـ connections، أنت الـ connections ما بتعطين الناس من وين الـ connections مالاتك، مين اللي بيسوي لك الـ programming، how is your أصلاً الـ program اللي بتستخدمينه، how is it special؟ مثلاً هل في يعني أنت في طريقة معينة بتستخدمينها to attract الـ customers، هل مثلاً الألوان اللي بتستخدمينها إلى آخره. فهذه الأمور أنت كرائدة أعمال مفروض يعني يكون عندك طريقة عرض توصلين للناس الفكرة اللي بتتكلمين عنها بدون لا تعطينهم الأشياء اللي سبيشل اللي بتميز مشروعك عن باقي المشاريع. أوكي؟ بالنسبة للتمكن من الموضوع أو الحرج أو اللغة بشكل عام هذه أو التوتر، كلها هذه أشياء ممكن إحنا نحاربها أو يعني تقدر over it through practicing. إذا إحنا نتمرن وإذا إحنا حافظين اللي بنتكلم عنه وفهمينه ومتمكنين منه، هاي كلها بساعدنا إن إحنا ما نتوتر قدام الأودينس اللي بنشرح لهم فكرتنا أو بنعرض عليهم الفكرة. أوكي؟ هلأ بشكل عام هي اسم عرض الفكرة اسمها business pitch. هل عندكم فكرة ايش معنات pitch بالإنجليزي؟ شفت الشخص الحين اللي قاعد يرمي الكرة، طريقة رميتش للكرة هذه اسمها pitch. فأنت يعني وأنت تعرضين الفكرة قاعدة ترمين الفكرة أو ترمين الموضوع اللي تتكلمين عنه أو المنتج أو الخدمة أو الفائدة اللي أنت بتعطينها للمستهلكين من خلال هذا المشروع، قاعدة تعرضينه وكأنش ترمين البول يعني هذه في وجه المستهلكين القاعدين أو المستثمرين. أوكي؟ So it's a very concise presentation of an idea. أنت قاعدة تسوين presentation sometimes عندك دقيقة، sometimes ثلاثة، sometimes five minutes بس to cover، بس عشان تغطين الأمور أو تغطون الأمور الوايد مهمة straight forward. ميزة البزنس بيتش أو عرض الفكرة بطريقة كثير سريعة إنه أنت ما تشرحين كل جزئيات المشروع، لا بس تشرحين النقاط المهمة اللي تميز المشروع. أوكي؟ So cover critical points and it has to be delivered in minutes or even seconds. في إحدى أنواع العروض في شيء اسمه عرض الإليفيتر اللي هو elevator pitch. يعني أنت sometimes ممكن تعلقين في أسانسير أو تركبين في أسانسير مثلاً مع CEO شركة أو مع مستثمر واجد مشهور أو رائد أعمال واجد مشهور في elevator لمدة دقيقة دقيقتين في المصعد يعني أو actually أي دقيقة ثواني 5 seconds 10 seconds depends أنتوا رايحين من أي floor لأي floor. فأنت كرائدة أعمال المفروض تكونين ready ومستعدة إنك تعرضين فكرتك حتى لو a few seconds إذا علقتي أو إذا ركبتي في مصعد مع شخص ممكن يساعدك. أوكي؟ إيش فهمنا ليلى الحين؟ إن الـ pitch presentation أو العرض المبدئي للفكرة لازم يكون جداً جداً مختصر، لازم يكون جداً قوي و it has to be delivered in minutes or even seconds sometimes. أوكي؟ فإحنا كرواد أعمال لازم نكون ready إن نغطي الفكرة بثواني أو بدقيقة دقيقتين ثلاثة maximum. بخصوص الفكرة ما أدري هم البرزنتيشن بيكون كم دقيقة؟ عمر إذا أنت معانا بتقدر تفيدنا البرزنتيشن البيتش كم دقيقة بتكون؟ أو حسام إذا أنت موجود. أوكي. Next. عندنا البيتش البيتشينج عبارة عن أربع أجزاء. أول شيء التمبليت. إن إحنا شو التمبليت اللي إحنا بنمشي عليها؟ هي نفسها التمبليت اللي أعطوكم إياها للبزنس موديل. أوكي؟ مبهم البزنس موديل فيه تمبليت او اكشن البزنس بلان فيه تمبليت يس النموذج اللي بتمشون عليه عندكم اياه صحيح؟ البيتش مالتك او مالاتكم لازم كرواد اعمال لازم تعكس الـ النموذج اللي اعطوكم اياه
اللي هو نموذج العمل وكل الأجزاء لازم تستخدمونها، صح؟ إذا أنتم بس عندكم نموذج العمل، إذا في البيتش مالتش أو في العرض لازم تغطون الأجزاء مالت نموذج العمل. نيكست عندنا الديزاين مال البرزنتيشن. طبعا انتم كرواد اعمال مش بس يعني في probably اكثر من 50% من الشغل اللي بتسوونه لازم على الديزاين مال السلايدز او شرائح العرض، اوكي؟ فهذا شيء بعد بنغطيه. بعدين الدليفري ميثود، انا كشخص شلون بعرض فكرتي، شلون لازم يكون شكلي، صوتي، البريبريشن اللي سويتها قبل، لون العباية أو شكل الثوب، أو إذا أنا قررت أني مثلاً ألبس بدلة رسمية، كلها هاي أمور إحنا بعد بنتكلم عنها في سكشن الدليفري. وآخر شيء handling Q&A. الـ Q&A part of the presentation is very important، اللي هو الإجابة على الأسئلة وطريقة الإجابة على الأسئلة. لما أحد من الأودينس أو أحد المستثمرين اللي بيكون قاعدين قدامي يبي يسألني سؤال أو يعطيني تعليق أو نصيحة، شلون أنا أرد على هذا التعليق، شلون أرد على النصيحة، how do I reply، إحنا كجروب how do we reply together، أوكي؟ هاي بعد رابع جزئية بنغطيها في عرض اليوم إن شاء الله. الحين بشكل عام يعني معظم الـ presentations تغطي هذول الـ 10 areas. طبعاً it all depends على الـ time، هل عندكم 5 minutes، هل عندكم 3 minutes، 10 minutes for presentation. فأنتوا يعني تاخذون قرار إن أي جزئية تكون موجودة في الـ presentation على depending على الـ time، بيعطونكم دقيقة، دقيقتين، 3، 10، okay؟ So إحنا initially we start مع الـ hook. بنتكلم أكثر شنو هو الهوك. الهوك اللي هو إحنا الطريقة اللي بنجذب فيها الناس اللي قاعدين قدامنا من في الأودينس ومن مستهلكين. هل تعرفون صنارة الصيد؟ يعني أنتوا لما ترمونها في البحر مو فيها شيء اللي هو الهوك، ما أعرف اسمه بالعربي، اللي بعدين تصيدون فيه السمكة أو whatever، يعني الكائن اللي بتصيدونه من البحر. هذا فأنت لازم بنفس الطريقة تاخذين الاتنشن، السنارة أو السنارة من قدام، شلون هذا الشكل اللي هو الشيء الشارب اللي تصيدين فيه السمكة، هذا هو أنت بنفس الطريقة لازم تاخذين الاتنشن مال المستثمرين قدامك أو قدامكم. عشان شيء جزئية الهوك وايد مهمة، تلحقها بعدين نتكلم أكثر. After we hooked the attention of the audience, we next talk about المشكلة اللي إحنا بنحلها through المنتج اللي عندنا أو الخدمة اللي بنقدمها، أوكي؟ أو يعني المشروع اللي عندنا. After we propose ونشرح المشكلة بأرقام statistics مثلاً 50% من غير شرعي، يعني من الشعب القطري عندهم مشكلة إدارة الوقت، أو مثلاً عندنا 30% من الأطفال عندهم مرض الديابيتيز، أو ممكن نبدأ بمشكلة صادت حد مثلاً من التيم مال مثلاً إذا عندنا حد special needs وإحنا بنسوي له حل. إذا في مشكلة، إذا إحنا مثلاً مشروعنا عبارة عن مطعم، المطعم يحل أي مشكلة في السوق. إذا مثلاً كان عبارة عن جهاز، إذا كان عبارة عن application website anything، what's the problem you are trying to solve. لازم هني نشرح المشكلة ونحاول إن إحنا نأخذ أرقام من السوق، من دراسة السوق، عشان المستهلكين أو الأودينس اللي قدامنا أو المستثمرين يفهمون مدى حجم المشكلة اللي إحنا بعدين إن شاء الله في الستيب نمبر 3 بنعرض الحل مالنا، البرودكت أو السيرفيس ذات وي آر بروفايدنج أند بيتشينج فور، تحل أي مشكلة. وعن طريق شنو؟ عن طريق أبليكيشن، عن طريق خدمة بنقدمها، عن طريق مدرسة، عن طريق مطعم، إلى آخره. بعدين إذا إحنا سوينا بروتوتايب أو عندنا منتج مبدئي أو سوينا ويب سايت مبدئي أو مثلاً عندنا انستغرام بيج شفنا قديش في فولوورز او ناس مهتمين في المشروع اللي بنعرضه، هني احنا ممكن نتكلم عن البروتوتايب او عن النموذج المبدئي للمشروع اللي عندنا. بعدين ندخل على الماركت ونتكلم اكثر عن الماركت ريسيرش اللي سويناه، مثلا كم بالمية من البوبوليشن احنا حيكونون مهتمين بالمشروع مالنا والى اخره. بعدين ريفينيو اند كوست،
مايلستونز، هذا كله بنغطيه عقب. بعدين لازم نشرح عن التيم، كول تو اكشن، انتوا يعني انتوا مثلا كعرض في الفكره، انتوا ليش تعرضون؟ قاعدين لانكم تبون تفوزون في الفكره وتستفيدون من السيرفيسز اللي بيقدمها لكم بنك قطر التنميه. واخر شيء بتكون الكيو ان اي سيشن. اوكي طيب، واتس نيكست؟ نيكست عندنا الديزاين. كما مثل ما قلت لكم قبل، ديزاين البرزنتيشن از سو امبورتنت. ليش؟ قولوا لي انتم ديزاين السلايدز، الشرائح ليش مهمة؟ ليش ديزاين الشرائح مهم؟ لماذا تعتقدون ديزاين الشرائح مهم؟ اللي هو PowerPoint slides. جذب الانتباه، إيصال المعلومة عشان ما يكون العرض ممل. وفي نقطة وايد مهمة، لأن ما يعني ملخص المعلومة صحيح، إن في البرزنتيشن ما يصير إحنا نحط وايد معلومات عشان الناس on the contrary اللي بعدين مثلا الأودينس اللي قاعدين بدل ينتبهون علي بينتبهون على السلايدز وما حد بيسمعني. السلايدز المفروض تكون complementary لي، أنا المتحدث الرئيسي في الموضوع، والسلايدز موجودة عشان to يعني to nurture my presentation, to complete me, يعني extra information أو في أي graphical representation أنا، أو في عندي أي graphics, pie charts، أي معلومات بتساعد توصيل المعلومة بتكون موجودة في الشريحة. أوكي to attract the attention. فالعرض لازم يكون تكميلي، أنا الشخص الأساسي اللي بوصل المعلومة، والعرض بيكون تكميلي للمعلومة اللي أنا بوصلها. أوكي هلا الديزاين فيه ثلاث نقاط مهمه. اول شيء keep it simple, less is more. البرزنتيشن لازم او السلايدز او الشرائح لازم يكونون سمبل، بسيطين جدا. شنو معنات بسيطين؟ ان نمبر 1 your audience will remember only 3 things. الحين كما تخيلوا ان هذه احدى شرائح العرض، وش رايكم بهذه الشريحه؟ قولوا لي شو رايكم بهذه الشريحه؟ لو انا شخص قاعد اعرض مشروع وفتحت هذه الشريحه، زحمه، بيرفكت، وايد زحمه، بتشتت الانتباه، وفي بوكس ازرق، في وايد معلومات الواحد، وبعدين هني برزنتيشن ديفينيشن تحسينها ما يعني العنوان تحسينه ما له دخل بالبرزنتيشن اصلا، والنظر مالنا كله يدخل داخل الصندوق الأزرق. فpresentation like this أو شريحة مثل هذه بدل لا تساعدنا إحنا نوصل المعلومة بتشتت الانتباه. أوكي سو إحنا لو هني حاولنا أن نلخص المعلومات الموجودة ونمسح شوية أشياء، نشيل البلو بوكس اللي هو كان مضيع ومشتت نظر الأودينس، ممكن بعد نحاول نلخص أكثر، وبدل نكتب فقرات ممكن نحطهم as bullet points مثل ما أنتم شايفين هني as نقاط. بعدين أكثر، بدل نحطهم bullet points ممكن نحطهم as small graphical representations. فمثلا lecture حطينا واحد قاعد يعرض، speech حطينا واحدة قاعدة تعطي أو واحد قاعد يعطي speech، persuade. so هني إحنا سويناها more visually interesting. اوكي فايش رايكم الحين اذا قارنا بين هذه الشريحه والشريحه اللي عرضناها اول شيء اللي هي هذه؟ شتان ما بين هذه الشريحه وهذا، صحيح؟ فاحنا المفروض نحاول نستخدم الوان واضحه، ما نستخدم ما نحط فقرات كبيره من just text pure text، يعني نحط شوي visual representation and make it look more plain or more simple. اوكي عشان نوصل الفكره بطريقه احسن. نيكست عندنا اوكي ميك ات كلير. تحت الديزاين اول شيء ان قلنا ميك ات سمبل، نخلي الشرائح بسيطه وواضحه.
Number two, and then I make it play, make it clear so anybody can understand it. يعني الخط ما يكون وايد كبير أو وايد صغير. نوعية الخط المستخدمة ما يكون وايد thick. مثلا ال contrast between the colors. مثلا ما يكون اللون واجد غامق أو واجد فاتح. ونحاول نحط الكلام اللي إذا في صورة وكلام. الطريقة اللي نحاول to place الكلام والصورة تكون طريقة واضحة. استخدام الكولرز يكون واضح، مثلا ما نحط أصفر فسفوري، ما نحط ألوان بتكون مو واضحة. الأحسن إن قبل البرزنتيشن أحاول أروح على القاعة و to use، يعني أحاول أعرض المشروع، يعني أعرض السلايد وأشوف الألوان شلون بتطلع بالبروجيكتور وعلى الشاشة. بعدين الـ use of space، أحاول أحط الأشياء في النص أو على جنب، وإذا حطيتها على جنب يكون لها معنى، يكون في ترتيب. بعدين أحاول إني ما not to use animation. هاي الموزة تخيلوها قاعدة ترقص، هي المفروض إنها cheer leading يعني، فتخيلوا هذه الموزة تتحرك عشان ما حد بينتبه علي، كل الـ attention بيروح للـ animation هني. أوكي أوكي بعدين if we decide to use images أو إحنا قررنا إن إحنا نستخدم صور، لازم نتأكد إن الصور ما تكون low resolution مثل ما أنتم شايفين هني، ولا تكون عليها water marks، يعني ما تكون ماخذينها من جوجل ومبيوقة الصورة. لا، نحاول إن إحنا نحط صور واضحة، صور ما عليها water marks، مش pixelated، تكون الصورة واضحة وبروفيشنال. أوكي بعدين إذا إحنا عندنا البروتوتايب أو النموذج المبدئي، إذا عندنا أبليكيشن أو برنامج، إذا كان أبليكيشن أو برنامج نحاول إن إحنا نحط شاشة لابتوب إذا كان برنامج أو ويب سايت، ونحط البروتوتايب اللي حطيناه داخل اللابتوب، أو إذا كان بروجرام أو أبليكيشن على التليفون نحط تليفون ونحط عليه السكرين شوت. ليش؟ This will help الجمهور مالنا أو الجمهور أو الأودينس to visualize the application or the website. Okay, so it will help us to reach the audience يعني. طيب number three، أول شيء قلنا keep it simple، بعدين قلنا نحاول إن إحنا نستخدم طريقة توصل أسرع للأودينس. Number three عندنا the use of engaging images، إن إحنا نحاول نستخدم صور تساعدنا. اوكي يعني صور تلمس الجمهور وتساعدهم انه يفهمون الـ يعني النقطه اللي بنوصلها. فمثلا هني شوفوا هذه الصوره، our solution supports the poor and the needy. فالصوره تساعد بتوصيل المسج اللي احنا بنحاول ان حاضر ان شاء الله بناخذ بريك، نحاول ان نوصل الصوره او الفكره عن طريق صور تساعدنا. اوكي اتس فيري امبورتنت تو ريممبر سمثينج، ان احنا اذا حطينا تكست قدره الناس ان يتذكرون هذا التست بعد 72 ساعه هو 10% فقط. اذا حطينا بس بيكتشر الناس بعد 3 او 72 ساعه بيكون بس 35% منهم بيتذكرون الصوره. بس اذا احنا حطينا تكست اند بيكتشر قدرة الناس على إنهم يتذكرونهم بتكون 65% بعد 72 ساعة. For the best way إنه إحنا نوصل الأفكار للناس عن طريق وضع صورة ووضع مسج واضح وصريح على الصورة. أوكي؟ فمثلاً هنا عندنا example بسيط، إذا إحنا حاطين هذه الصورة money can buy happiness مثلاً، هنا حاطين الصورة والمسج. شوي تحسين في white space، في صورة في النص، the use of space مش 100%، المسج تحسينها عنوان ما وصلت بطريقة professional. مثلا لو قررنا ان مثلا نحط التكست على الصورة، هني شوي التكست مو واضح، ما نقدر يعني ما تقدرين تقرين التكست بشكل واضح. ف اوكي هني مثلا كبرنا الخط شوي، حطينا باك جراوند للخط عشان الجمله توضح اكثر، وبعدين الصوره شوي فتحناها. يعني this would be the perfect scenario or the perfect شريحه ان احنا نعرضها. money can buy happiness. اوكي
So the presentation design في تحت ثلاث نقاط مهمة. Number one, نحاول إن نخلي ال design simple عشان الناس يقدرون يفهمون وتوصلهم المعلومة. Number three, we have to make it clear the use of font, طبيعة الخط اللي بنستخدمه, الألوان, ما نستخدم animation ممكن يعني بدل هي تساعدنا الكل ال attention يروح على animation وما حد يسمعني أنا كشخص قاعد يعرض المشروع. وآخر شيء the use of engaging images, أحاول إني أستخدم صور ممكن to complement my presentation وتساعدني أكثر بتوصيل الفكرة. أوكي؟ طيب الحين مثل ما قلنا من ساعة إن أول شيء بنتكلم الحين عن ديزاين المشروع أو العرض. أول شيء مثل ما قلنا من ساعة هو hook the audience. Number two, explain the customer pain. هلا after you hook the audience, how do we usually hook the audience? يا أما نبدأ بإعطاء statistic مثلا 50% من الشعب القطري يواجه مشكلة أو مرض السكري. هني يعني مثلا أنا كشخص إذا سمعت statistics هذا الرقم مو صحيح, يعني أنا بس الحين كإكزامبل يعني تحاولون تعطوا يعني مثل قنبلة عشان تجذبون الاتنشن. أو مثلا هل يمكن هل صارت معاك مرة أن أنت كنت في مقطع في منطقة ما فيها مثلا ما فيها إرسال وصار معاك حادث أو التاير السيارة انبط أو إلى آخره, فمثلا كان الوقت في الليل وما في حدا يساعدك. فهني إحنا عشان نحاول to hook the audience معانا وناخذ الاتنشن او نجذب انتباه الجمهور, احنا لازم نستخدم طريقه او نحاول نستخدم طريقه نجذب فيها الاودينس بطريقه يعني تكون سبيشال او تكون غريبه عشان كل يعني كل الجمهور اللي قاعد قدامي كلهم ينتبهون معي ويسمعون انا ايش بقول نكست. هني ساعتها انا أوسع الموضوع أتكلم عن الكاستمر بين, ما أبدأ بعرض مشروعي من البداية أو أقول لهم شو الفكرة, لا أول شيء برضو عشان أنا أخذ الاتنشن of the audience الجمهور وأحاول أن أخليهم معاي ويحسون فيي ويحسون بأهمية العرض أو أهمية المشروع أو أهمية الخدمة أو السيرفيس أو المنتج اللي أنا بقدمه عقب, لازم I explain to them شنو المشكلة اللي أنا قاعدة أحاول أحلها عن طريق مشروعي. Again لازم ناخذ statistics, إذا عندنا أي interview سويناه مع حد, إذا عندنا أي فيديو سويناه مثلا طلعنا في السوق القطري عملنا انترفيوز, طلعنا المستشفى سوينا انترفيوز مع ناس يعني potential customers بيكونون لنا, إذا عندنا أي يعني أي شيء يساعدنا نوصل عشان الأودينس يفهمون مدى كبر المشكلة اللي إحنا نحاول نحلها بمشروعنا. Next, بعد ما إحنا أخذنا الانتباه وأخذنا الاتنشن وصار الكل يعني متشوق وعطشان إنه يعرف شلون إحنا بنحل هذه المشكلة الكبيرة, next we sell our value proposition, نحاول إن إحنا نبيع القيمة اللي إحنا بنقترحها من خلال مشروعنا. أوكي؟ ليش؟ لأن إحنا تركنا جمهور متعطش, جمهور كل انتباهه مصبوب في العرض مالنا, هني إحنا نقدر نبيعهم أو الفاليو المقترحة أو القيمة المقترحة اللي إحنا بنقدمها للجمهور. أوكي؟ بعدين طبعاً نتطرق للماركت بوتنشل, نتكلم عن عن السوق, أرقام مثلاً هني ممكن نأخذ أرقام إن كم بيرسنت من الناس بيكون انترستد, مثلاً ممكن 10,000 potential customer بيكون عندنا أو 10 أو 100 أو إلى آخره. كل هاي يعني هني أرقام أو باي charts أو مثل ما أنتم شايفين graphics ممكن نستخدمها بعد ما نعمل دراسة للسوق اللي إحنا السوق المستهدف. لازم نسوي دراسة للسوق المستهدف عشان كمان نحاول نجذب الجمهور ونجذب المستثمرين لمشروعنا. أوكي؟ بعدين عندنا show milestones or progress, هني نحط الخط الزمني وإحنا متى بدأنا البروجكت ستارت, وين وصلنا إحنا بأي شهر, متى متوقعين نخلص
وندخل على السوق، متى متوقعين يكون اللونش مال المشروع. كل هذه لازم نحط البروجرس مالنا أو على شكل خط زمني. أوكي نكست. أوكي خلينا نتكلم بعد البريك. الحين الساعة 11:45، الساعة 12 بليز كلكم ترجعون. أوكي يعطيكم العافية، وروحوا صلوا وخلصوا أموركم وارجعوا بليز.
السلام عليكم. رجعتوا عشان أكمل؟ أوكي، ممتاز. الآخر إيش حكينا عنه؟ إنه شوي just to gain control. أوكي، بعد ما نتكلم عن المايلستونز أو إحنا وين وصلنا في التطور مال المشروع أو في يعني التايم لاين مال المشروع بشكل عام، نحط خط زمني مثل ما قلنا ونكتب الديفرنت ستيبس اللي سويناها، متى بدأنا داتا أناليسز، الانترفيوز اللي عملناها مع السوق، بحث السوق اللي سويناه، إذا كلمنا أي مثلا مصانع برا الدوحة داخل الدوحة، كلمنا أي أشخاص يساعدونا بأي مواضيع، كل هاي نحطها هني عشان it's like a progress report عشان نراوي الجمهور والمستثمرين ان احنا متى بدأنا وين وصلنا ونحن serious about the idea. بعدين بما ان المستثمرين هم قاعدين او الجوجز او الحكام اللي قاعدين يبون يختارون the best idea، نرجع نقول it's not just about the idea. ليش؟ لان الايديا بروحها ليست كافيه. انت يو هاف تو تراي تو سيل ذا تيم. انت الحين لما تعرضون الفكره انت بشكل غير يعني غير يعني شكل العجب اللي فوق مو دايركت. بنات سووا، في حدا مو مسوي ميوت بطريقه غير نون دايركت، غير طريقة غير مباشرة. أنتوا قاعدين you're selling your skills، خبراتكم أنتوا كأشخاص كرواد أعمال. فإحنا في العرض مو بس قاعدين نعرض الفكرة، بعد قاعدين نعرض نفسنا كتيم، نعرض أعرض نفسي كرائد أعمال. ففي جزئية يعني لازم تعطونها وقت حتى إن كل واحد فينا what's special about their skills، شنو الeducational background اللي عندنا، أي achievements نحب نتكلم عنها، أي مشاريع سابقة اشتغلنا فيها، التخصص مالنا في شنو، ممكن إحنا خبرتنا في شيء ثاني وإلى آخره. So you're not just selling the idea, you're selling yourself as an entrepreneur. لأن أنت لو أنتوا كفريق أو أنت كشخص، لو أنت يعني عندك الخبرة الكافية، عندك المهارات الكافية، عندك مثلاً يعني النوليدج أو المعرفة الكافية، لو هذه الفكرة ما نجحت ممكن تخلي فكرة أخرى تنجح. الحمد لله، عفواً. أوكي، it's very important into as a team to sell the achievements, to sell the skills, the educational background مالكم. عشان كذي الشخص اللي بيعرض الفكرة لازم يكون عنده ثقة، يعني ثقة بالنفس، عارف بيتكلم عن شنو، تسلسل في الأفكار. بعدين الثقة يعني وين أنت لما بعدين أنتو on your own يعني جوجلت، في research that shows إنه الشخص ليش الرجال معظم الأوقات يأخذون فرص عمل أسرع من النساء، لأنه بالانترفيو ذاتها، شوفي الموضوع يعني شلون بسيط، بالانترفيو ذاتها الphysical appearance حق الميلز shows more confidence. يعني الرجال هو قاعد رافع ظهره، إيدينا مثلاً مو بمربطهم، the way you're placing your legs، وهذا كله يعطي صورة للانترفيور إنه الرجال عندهم ثقة بالنفس أكثر. البنات تكون قاعدة ومستحية ومرافعة ظهرها، منزلة راسها، مربطة إيديها، ريولها مربطة يعني وإلى آخره. Okay, فin order to sell your team and sell your present sell your idea، لازم الشخص اللي واقف يكون شخص يعرف يعني عنده public speaking skills أو شخص متمرس. يعني أنت كمثلا إذا أنت أول مرة تعرضين، سويتي presentation قدام الأهل، قدام ربعك، سويتي يعني practice، صورتي نفسك يعني وإلى آخره. Okay, next. End the presentation with a call to action. أنتوا كparticipants أو مشتركين في مسابقة الفكرة، شو المطلوب؟
ليش انتم قاعدين تعرضون الافكار؟ المطلوب ان تفوزون بالفكره، المفروض ان المطلوب تاخذون فاندنج، المطلوب تاخذون سبورت في الحاضنه الى اخره. فانت بعد ما تخلصون، انتم كرواد اعمال، كفريق، كفرق، بعد ما تخلصون المشروع لازم يو اند ات وذ ا كول تو اكشن، طلب صريح من الحكام اللي قاعدين، من المستثمرين، من الجمهور، انه يعطونكم الفرصه ويقبلونكم في او تفوزون في مسابقه الفكره، ويعطونكم السبورت ذات يو نيد تو ميك يور ايديا ا رياليتي، اوكي، عشان تطبقون فكرتكم. نكست عندنا سكريبتنج. الحين اوكي عندنا احنا فكره، عندنا كل شيء جاهز، اشتغلنا على العرض. بعدين انتم كاشخاص مثل ما قلت ان اوردر تو، عشان يطلع البرزنتيشن بروفيشنال، يطلع البرزنتيشن بيرفكت، يطلع البرزنتيشن جذاب ومتميز، لازم احنا وي سكريبت البرزنتيشن. ايش معنى سكريبت؟ شفتوا في المسرحيات وفي الافلام، مش الممثلين عندهم يكون ملزمه فيها كل الكونفرسيشنز والمحادثات اللي بتصير في الفيلم او في المسرحيه، هم لازم يحفظونها. انتوا كفريق بيعرض لجمهور لازم تسوون نفس الشيء، كل البرزنتيشن يو كان اكشلي دو ذس اون باوربوينت اي ثينك، تسوين السكريبت وبعدين الهوك، شو الكلام اللي بتقولينه، البروبلم شو الكلام اللي بتقوله، القيمة المقترحة، السوق المستهدف، المايلستونز، الفريق والكول تو اكشن في كل جزئية، انا ايش بتكلم ايش بقول، and then we time it. شوفوا هني على جوجل بعد كان موجود على الاكسل اكشلي، تحطون سكريبت بعدين كل جزئية كم بتاخذ وقت and you time it. هني البيتش لينكث مثلا في هاي الجزئيه باخذ دقيقه، هني 10 ثواني والى اخره، لو كل جزئيه اخذت دقيقه اذا كان عندنا 6 دقائق مثلا، اوكي. And then we keep practicing in front of each other، او احنا نقدر نتمرن قدام الاهل، قدام اختي، اخواني والى اخره، الربع، اوكي. بس in order to make it perfect we have to practice. تعرفون مين كان يسوي practice؟ ستيف جوبز. في كتاب The Presentation Secrets of Steve Jobs. انتوا تعرفون ان شفتوا ابل كل سيزن عندهم مثل يعني اللونش مال البرودكت مال هاي السنه اللي يصير في سبتمبر، هذا يعني لان السيرموني اللي يسوونه او الحفل يسمونه وايد ناجح وسوى ضجه في العالم، فصار في كتاب عن البرزنتيشن سكيلز اوف ستيف جوبز. Okay, Steve Jobs used to practice for hours. يعني هو مو ناتشرال يجي ويسوي في هالاحتفال البرزنتيشن اللي يسويه هو أعضاء الفريق، لا، يقعدون ساعات مطولة يتمرنون عشان يقدرون يوصلون الفكرة اللي وصلوها. Okay, next عندنا الدليفري. مثل ما قلنا احنا لازم نعرف كم دقيقة بيعطونا في مسابقة الفكرة مثلا. إذا أنا عندي دقيقة بس، إذا بسوي الهوك بتكلم عن البروبلم أو المشكلة اللي أنا قاعد أحلها، مع مثل ما قلنا مع الستوريز، فيديوز، statistics، بعدين next نتكلم عن القيمة المقترحة اللي أنا بقدمها، بعدين الكول تو أكشن. إذا أنا عندي 3 minutes I can add more elements، مثلا بسوي الهوك عقب بتكلم عن المشكلة، القيمة المقترحة، بعدين بشرح البرودكت بشكل أعمق، بتكلم عن السوق المستهدف، بعدين بتكلم عن التيم، بعدين إذا عندي 5 minutes I can add more عناصر، يعني ممكن نغطي أكثر الفاينانشلز، المايلستونز، أي ريسكس أو مخاطر ممكن نواجهها، شلون بنحلها، بعدين نتكلم عن التيم، وآخر شيء الكول أوف أكشن. أوكي؟ سو لازم نشوف إحنا كم دقيقة عنا، وبعدين على هذا الأساس نقرر شو المعطيات اللي بتكون جزء من البرزنتيشن. Please, please, please دائما تذكروا إنه الجمهور want to be entertained. الجمهور أو الهيئة الجوجز اللي قاعدين أو الحكام أو الانفسترز اللي قاعدين هم أشخاص they want to be entertained، يعني هم قاعدين يبون يتعلمون شيء جديد، يبون يشوفون أفكار جديدة، يبون يستانسون يستمتعون بالpresentation. So please لا تخلون البرزنتيشن boring ومملة بس كلام،
ما في طريقة في التكلم، برزنتيشن والشرائح كلها كلام ورا بعض، ما في يعني ما في أسلوب، ما في طريقة طرح مميزة. أوكي بليز دائما ريمبر ان الجمهور they want to have fun, they want to learn something new, they want to invest their time in a project that's different. يكون عندكم قيمة تنافسية واضحة، يكون عندكم شيء جديد، شيء مبتكر. أوكي؟ ومثل ما قلنا كل هذا لازم يكون واضح وصريح في العرض. بعدين please no jargon. إيش معنى jargon؟ يعني توصلين مثلاً عشان أخلص مثلا إذا أنا عندي 5 or 10 minutes ما أعرف شو أحط فيهم. شفتوا أيام الهوموركس اللي نسويهم في الجامعة، إذا الواحد مثلاً الجملة تكتبينها 3 مرات بطرق مختلفة ما يصير. هاي لأن هذا الأسلوب ملل، يملل الحاضرين، يملل يعني الجوجز اللي قاعدين. لازم يكون أسلوبنا واضح وصريح وما في ما في إعادة في النصوص اللي نستخدمها. أوكي next. مثل ما قلنا we have to hook our audience. هذا اللي أتكلم عنها، اللي كنت أقول لكم عنها. شفتي شلون تمسك السمكة هاي الهوك؟ We have to do the same thing مع الattention أو الانتباه مع الجمهور اللي قاعدين. We do that through a very interesting story، قصة بنطرحها مثلاً. إذا كان عندنا any statistics، عندنا أي معلومة جديدة ما حد كان يعرفها إلى آخره، مشكلة واضحة في السوق، مثل ما قلنا 50% من الشعب القطري كذا وكذا، أو مثلاً صار مصيبة أو إلى آخره، أوكي؟ أو قصة interesting يعني صارت. فwe have to work on our hook. الطريقة اللي بنفتتح فيها the presentation، يمكن برضو ممكن تحضروا أو يمكن Google it، إنه ideas of how to hook the audience at the beginning of a business pitch، أوكي؟ ممكن إذا إحنا already نزلنا الابليكيشن ممكن نتكلم عن الريفيوز اللي حصلناها، هاي يعتبر سكسس لنا، أو ناس ممكن نسوي داون بايمنت للنموذج البروتوتايب اللي سويناه أو النموذج الأولي. ممكن تكون صورة، ممكن مثل ما قلنا يكون شورت فيديو أو فيجوال أو جراف، ممكن يكون ديمو إذا كان جهاز، ممكن أسوي شورت ديمو يعني مثل ستيف جوبز لما بالحفلات اللي كانوا يسوونهم وعروض الآيبودز وإلى آخره. أوكي and please ditch the notes. والnotes يعني make you sound boring. يعني إذا أنت معاك notes أصلاً naturally يصير الواحد خلاص يبي يقرأ شو مكتوب في النوتس، which will make you unprofessional. أوكي بعدين don't read word for word. مثل ما قلت لكم البرزنتيشن موجودة to complement عشان تكمل الكلام اللي أنا بقوله أو تقوي النقاط اللي أنا بقولها through the pictures, the animations, إذا في videos، إذا في شوية bullet points or visual items بحطهم. أوكي بس البرزنتيشن is not there for me to read. ممنوع أطلع على البرزنتيشن وأقرأ منها. أوكي and don't memorize. يعني مو مثلا أنت واقفة My name is Fatma. My name is Omar. Our team does this and that. Our idea does this. لا, don't memorize. أو إذا بتحفظين عشان أنت يعني عشان الواحد ما يتأتأ أو ما يتوتر بس ما يكون حافظ ويتكلم مثل المشين. لا, okay. برضو لأنه هذا الأسلوب بيملل الجمهور وبيملل ال investors اللي قاعدين and they will no longer listen to you. ما حد بيسمع والهوك اللي سويتوها بتروح for nothing. وبعدين بما أن هذه فكرتك أو هذه فكرتك، هاي مشروع إحنا اشتغلنا عليه من مدة، it's my passion، فوإحنا قاعدين نعرض المشروع لازم نراوي الجمهور إن إحنا مشتطين، إن إحنا عندنا الشغف إن هذا المشروع فعلاً بيحل مشكلة وفعلاً في أمل وفي فرصة من وراء هذا المشروع. أوكي so you have to share your passion. تراوينهم إن شغفك في هذه الفكرة. أوكي هلأ if we want to talk about the communication أو التواصل، لازم نعرف إن التواصل يحدث 7% فقط من الكلام اللي نقوله و 93% من non-verbal اللي هو physical.
مثلا الفوليوم مال الصوت، هل اتكلم صوت عالي ولا صوت واطي، هل انا اطالع الجمهور في عينهم ولا متوتره واطالع الارض، هل انا مثلا قاعده على الجنب في المسرح ومتوتره وما اتحرك، هل انا مثلا استخدم هاند جستشرز واطالع الناس واطالع اليمين واليسار واللي في النص واللي ورا واللي قاعدين قدام، وامشي على المسرح واحرك يدي واضحك ومثلا اي بوز والى اخره. هاي النون فيربال كوميونيكيشن هي بعد اللي توصل الفكره يعني للجمهور اللي قاعد يراويهم الفكره، ان انت عندك او انتوا ك يعني كفرق تعرض مشاريعها، عندكم باشن، عندكم سيلف ريسبكت، او مثلا عندكم يعني you believe in yourself, you believe in your skills. انا قدها، انا اعرض المشروع بثقه، الأرقام اللي عندي واضحة وصريحة وصحيحة، سوينا ماركت ريسيرش، أوكي ذا ديستنس. يعني بعدين الكلوز مثلا مو بحلوة، بعد أنا لابسة عباية مثلا فيها وايد مثلا شك، ولا ألوان عباية سادة وعليها ورود حمراء مثلا، أو ميك اب وايد قوي، ما يصير، لأنه this is a professional setting، كل شيء لازم يكون سيمبل وبروفيشنال، عباية سادة أو عليها شغل وايد خفيف، الثوب لازم يكون مرتب وذرب والأمور أوكي مثلا، والشباب محلقين يعني ومتعطرين وإلى آخره. أوكي هذا كله يعطي فكرة للجمهور أن أنت بروفيشنال أو نوت، and at the end of the road whether you believe it or not، شكل الشخص وطريقة طرح الموضوع، الهاند جستشرز، الآي كونتاكت، هاي بتدخل في decision إذا بياخذون فكرتكم ولا لا. أوكي مثلا إذا كان جروب من البنات ومستحيين مثلا إن في ميلز في الجمهور، فالصوت يكون وايد واطي، ممكن أنت هذا كله بيوضح للجمهور إنه ما في ثقة، وممكن يعني حتى لو الأيديا كانت وايد قوية، بس أنا كشخص هل أنا able to defend my idea، أني أشرحها، أني أوصل الأيديا لأكبر عدد من الناس، ولا أنا شخص وايد أستحي وما في أمل يعني. أوكي فالnonverbal communication is so important. بعدين مثل ما قلنا time, watch your time، لأن إذا أخذنا أكثر من وقتنا الهيئة أو الناس المسؤولين بيوقفونا، and it will not look professional، وفي معلومات ما بقدر أغطيها، وهاي المعلومات ممكن تدخل في يعني الديسيجن إذا بياخذون مشروعي أو لا. أوكي وأجين ستيف جوبز used to practice for hours، يعني هو مو ناتشرلي جاته القدرة إنه يعرض المشاريع وينجح أبل في هاي السيرمونيز اللي كانوا يعملونها، اللونش سيرمونيز، لا they used to practice for hours. So five very important points، نقاط مهمة جدا لطريقة عرضنا للمشروع. أول شيء لازم أعرف الكي مسج مالتي، ولازم أوضحها وأشتغل عليها، وI keep repeating it throughout the presentation. I have to hook my audience، أحاول أستخدم يعني طريقة أبدأ فيها الموضوع عشان أخذ كل الattention مال الأودينس. ممنوع النوت، ممنوع الحفظ، مثل المشين أو الروبوت، أقعد أسمع بدل لأني أعرض. The use of body communication is so important and we have لازم نتمرن. Okay last part عندنا ال handling of Q&A. شيل point من جزئية الأسئلة والإجابات اللي يجي بعد العرض. أول شيء إذا في حد مو فاهم أي جزئية، إحنا ممكن نسوي له additional clarification. بعدين إذا في أشخاص إذا في أشخاص قالوا أشياء غير صحيحة، إحنا ممكن نصحح المعلومات اللي عندهم، وبعدين ممكن نأخذ فيدباك من الأشخاص. طيب اوكي هلا دوز اند دونت، بليز دونت جيت لونج، جيف لونج اكسبلينيشنز. اذا حد سالني سؤال ممنوع اجابتي تكون اكثر من نص دقيقه او 30 سكندز، لان في واجد اسئله وفي جروبات بعدي ما يصير اخذ من وقت غيري.
وبعدين ذا لونجر ذا الانسر مالي ما حد بيسمع عقب، الناس يتمللون بعد. ask for اذا انا ما فهمت السؤال it's okay اني اسالهم، اسال الشخص انه يوضح لي السؤال، لانه مو بحلو اجاوب شيء ما له دخل في السؤال. بعدين اذا 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 انطرحت فكره او سؤال وانا ما عندي الاجابه لهذا السؤال it's okay I can tell them انه والله شكرا جزيلا ان انت فتحت عيوني على هاي النقطه، احنا we did not take it into consideration before وما فكرنا فيها، وهذه النقطه ممكن ان احنا to explore it more، يعني ممكن نحاول إن يعني ندخل فيها اكثر ندرسها اكثر. and thank you for your note مثلا. اوكي بعدين اذا حد اعطانا اي فيدباك and we didn't like it it's okay، لان هذا مو بسؤال، هذا بس فيدباك. even if we do not like it نتقبل الفيدباك ونقول لهم شكرا، وما يصير don't argue ان لا هذا المعلومه غلط، وكلمه رايحه كلمه جاي، ما يصير this is not a debate. احنا بس ناخذ الفيدباك ونتفهمه ونشكر الشخص، ومثل ما قلت ممكن نقول له انه والله thank you for your feedback this is an area we can further for example study or discuss. okay ولازم نقول thank you for your feedback. الحين most of the common questions اللي ممكن الـ audience أو الـ investors يسألوننا مثلاً how do you have audience، مثلاً عندكم أي دليل إنه الـ customers أو المستهلكين بيتقبلون فكرتكم أو بيشترون الخدمة أو السيرفيس أو بيدفعون فلوس لهذه السيرفيس، وبعدين إيش قد كبر السوق المستهدف، وهل تقدرون يعني is it measurable is it scalable ممكن يعني ممكن نتوسع في السوق ولا لا، ممكن نقيس اصلا السوق المستهدف ولا لا. بعدين مين التيم، اذا كنا ما شرحنا عن التيم لازم ممكن يسالوننا مين التيم ممبرز، ايش الباك جراوندز حقت التيم مالنا. بعدين شلون المنتج مالكم غير، عشان كذي احسن لو نغطي انه احنا شلون كومبتيتيف ادفانتج او القيمه التنافسيه حقت مشروعنا شنو، لأنه بعد ممكن يسألونا عن المخاطر، شلون إحنا بنواجه هذه المخاطر، وبعدين في الأشياء اللي إحنا محتاجينها حالياً في المشروع. ممكن يسألونا كمان عن المايلستونز أو إحنا وين وصلنا الحين في مشروعنا. أوكي طيب think like an investor. okay in order to be able عشان يعني نحاول نستوعب ايش ممكن الاسئله تجي من الانفسترز، نحاول نفكر كأن احنا انفسترز. okay هلا اول شيء بتشوفون جاذبيه السوق، هل البرودكت differentiated، هل البرودكت او الخدمه او السيرفيس فيها شيء مختلف، احنا كتيم هل عندنا قدرة، هل عندنا باك جراوند، هل عندنا خبرة، هل عندنا مهارات مميزة، وبعدين احنا مثلا اذا في مخاطر هل عندنا الطريقة الصحيحة احنا ان نحلها ولا لا. وبعدين هنا بياخذ يعني after taking these into considerations، بعد ما يفكرون في الاربع نقاط هذه هم يتخذون قرار to invest or not to invest. اوكي اذا شوي نبي يعني نشوف خبرات بخصوص عروض المشاريع، ممكن نحضر اللي هو دراجونز دن او شارك تانك، في بيتش فيديوز هم يعني هذول جادجز لتيمز يجون يعرضون افكارهم، ونشوف الطريقه يعني عشان ناخذ خبره شوي. اوكي اند بليز تراي تو ليف ان امبريشن، الطريقه الحلوه، الابتسامه ثرو اوت ذا برزنتيشن، يعني وسعوا صدوركم مثل ما قلنا للفيدباك، نحاول إنه يكون البرزنتيشن سبيشال، الهوك سبيشال تكون طريقة طرحنا للموضوع، طريقة طرحنا للمشكلة وللحل المقترح، عشان الناس حتى لو إحنا ما قبلنا بالفكرة بس عشان الإمبريشن اللي ياخذونا الجوجز يكون a positive impression، يمكن هم في المستقبل أشوفهم مكان ثاني، يمكن أحتاجهم في وظيفة أو إلى آخره، عشان يكون الإمبريشن بشكل عام اللي يأخذونه عني مثلاً أنا كاعتدال الإقامي يكون a good impression. okay and always remember you can do it. okay مثلاً هني إحدى الفيديوز
they started الهوك مالهم كان everyone loves eating ice cream. هاي في Shark Tank إحدى الأفكار كان هذا هو البرزنتيشن مالهم. See how short. الهوك مالهم كان everyone loves eating ice cream. شوفوا عن جد يعني إذا حدا جاء وبلش المشروع كذا بتحسين they got my attention إنه والله yes I love ice cream. بعدين they went on to discuss the problem. But there is a universal problem. When ice cream melts on the side of a cone, you get messy drips all over your hands and clothes, and you have the waste tons of napkins wiping it up. فهون بجملتين شرحوا المشكلة أو ال pain الوجع اللي هم they're trying to solve. صح ولا لا؟ And they used emotions, voice, gestures to convey pain. يعني أنتوا لما تشرحون ال problem والله المشكلة هي عبارة عن كذا كذا كذا. لا. المشكلة التي يواجهها مثلاً X هي مشكلة يعني حاولوا إن الجملة تكون موسيقية. سوون pauses، تعلموا الصوت شوي، توطون الصوت شوي وإلى آخره. أوكي؟ المهم هني بعدين on your own time you can watch the video وتشوفون هني يعني شلون تقسم أول شيء the problem and pain. The transition from the problem to the solution, بعدين on a solution, بعدين implies knowledge. It's a simple solution. Only kids could have invented it. مثلا هم كانوا group of kids. صج يعني. Okay? وإلى آخره. الحين هاي بما أن هذا العرض كان مفروض يكون يعني physical. So there's a handout to give. هلأ شفتوا here there is a template أو نموذج. I want you to تستخدمون هذا النموذج. إذا في حد فيكم من أي من المشاريع ready to pitch. يلا عندنا نص ساعة عشان to assess every pitch. في حد فيكم الحين يقدر to pitch. It's a test عادي ممكن تستخدمون هذا pitch كتست. في حد عنده عرض جاهز حتى لو بدون السلايدز بس يعني يكلمونا. ما حد جاهز إنه يعرض؟ أوكي ذن يعني إحنا الحين أنا حاطة نص ساعة عشان إذا أي حد يبي يعمل تست. إذا ما في حد الحين يعني ready to present إيش نسوي بالضبط؟ نعرض مشروع ما تقصدين؟ إيه يعني it's like a test. هل أنتوا جاهزين بالمايك؟ إيه سارة محمود بالمايك. Sara, are you ready? Okay, خلاص then. ما أدري إذا بيعطونكم my contact details إذا حد عنده أي أسئلة أو would like to present to me مثلاً one to one later. يعني أنا موجودة و thank you all so much. مثل ما قلت لكم أنا اعتدال قطامي من جامعة قطر. تفضلي سارة. ما أدري إذا في حد من QDB كان answer this question. كم بتكون مدة العرض ومن الجمهور بيكون؟ الله يعافيك نور حبيبتي.
نحتاج أحد 5 minutes. أوكي five minutes للpresentation و 5 minutes بتكون للأسئلة والإجابات. No media coverage. When and when will the